خلينا هلا نروح لمساحتنا الطبية، نتعرف سوا على مشكلة صحية أو يمكن جمالية بتخلق معاناة عند المريض، وبتبدأ دوامة العلاجات بين وصفات طبية وحميات غذائية، ولكن هي بالغالب ما بتترك أثرها أو حتى بترجع بقوة. حب الشباب، هل هو فعلا مرتبط ظهوره بفئة عمرية محددة؟ ولأيمت العلاج ممكن يكون سلبي وبيترك ندب على الوجه أو آثار على الجسم؟ رح نتعرف على كثير من التساؤلات بأجوبة رح تقدم لنا إياها الدكتورة ميس وريدة، أخصائية بالأمراض الجلدية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، جميل، هلا سعد فيكم. صباحك. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. أهلا يسعد وسهلا. صباحك. أول هيك ما بلشنا مقدمة وقلنا حب شباب، فهو هذا الحب الشباب هو الهاجس والشيء المرعب للشباب وخاصة الصبايا يلي بسن المراهقة، يلي بس يبلشوا يطلعوا على المراية هيك ليشوفوا جمالهم بيطلعوا بهدول البثور أو الحبوب يلي عم تطلع لهم، أو أحيانا الندب بتكون يمكن تخربطات هرمونية بعمر معين، بتبلش البنت بتكبر مثل ما بيقولوا وبتبلغ. هذا الشيء سبب لحب الشباب ولا في عوامل تانية؟ هلا الصراحة مشكلة حب الشباب من المشاكل الشائعة جدا فعلا، يعني ما في نهار بيمرق بالعيادة لما يجينا مرضى كثير يعني من عندهم هيدي المشكلة، وهي بتعمل هاجس نفسي كثير بشع يعني وضغط نفسي على المريض. يعني بتلاقي هلا عم بتقولي بتكون في حبة بتترك كل جمال وشها وبتركز بالحبة، يعني بتعمل لها اشكال حتى بالتواصل مع زملائها، خصوصي في فترة المراهقة بالمدارس او الجامعة كمان الاعمار الاكبر بتعمل هاجس نفسي كبير كثير. يعني فهي اكثر شيء بنشوفها ذروة الحدوث فترة المراهقة، او خلينا نقول البلوغ لحد العشرين، هي اكثر فترة بنشوف فيها حب الشباب، وعادة بالعشرينات بتتراجع على حالها، بس مع هيك في ناس بتلاقي بلشت معاهم بالعشرينات بال 25 وطالع، وبعد يعني ايه ممكن حتى تمدد لاعمار لسه اكبر من هيك. نعم دكتوره، خلينا نحكي عن بدايه ظهور هي حب الشباب يلي عن جد هي هاجس عند كل الناس، انه يي طلعت لي حبه شباب، وخاصه بهي الفئه العمريه هنا بيكونوا شايفين حالهم ومصدقين مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي عن العلاجات الكثيره، ونحن مثل ما بنعرف اي مرض جلدي علاجه طويل الامد. خلينا نحكي عن طريقة العلاج، هل هي بتكتفى بكريم أو بدها حبوب أيضا؟ هلا هي أنا أول شيء بيطمنهم للمرضى، يعني هي مشكلة مزعجة بس علاجها بسيط، بس طبعا هيدا الحكي لو بناخذ نحن العلاج المناسب للحالة، يعني هي بكون أحيانا حالة بسيطة، يعني هو غالبا بتبلش حالة بسيطة، حبوب ناعمة، ممكن زقانات هيك هي الرؤوس السوداء البسيطة، هيك حالات بسيطة بنكتفي نحن بعلاج بسيط، كمان كريمات ممكن مطهرات ممكن مقشر بسيط بيمشي الحال. هلا لما تكون حالة أشد نحن بنضطر ندخل أدوية أتقل بشوي، أدوية التهاب أو غيرها، صادات حيوية تكون كمان لما تكون هيدي الإصابة منتشرة أكثر على الوش، على الصدر، على الظهر. في ناس بفكر إنه حب الشباب بس على الوش، هو على الوش وبتنتشر كمان على أعلى الجذع، خلينا نقول على الصدر على الظهر، هدول المناطق دائما الطبيب بيدور عليهم، بنسألها المريض أحيانا بتقول إنه شو دخل، يعني إنه إيه على صدرك على ظهرك في كمان حبوب، هيدا الشيء بيفتح لنا مجال أكثر للعلاج، لازم نوسع نحن من علاجنا. يعني في حالات اشد في علاجات ثانيه اتقل من هيك حسب الحاله. نعم. هلا انا بشوف صراحه انه المشاكل اللي عم بتصير بحب الشباب هي من العلاجات الخاطئه بشكل صحيح. اساسي، يعني يمكن هذا الشيء اللي حنضيق عليه معك دكتوره ايه. ونحكي عنه اكثر. يمكن انت قلتي كلمه انه لكل حاله في لها علاج، ممكن اذا كانت الحاله بسيطه حبه او حبتين ما نو منتشر بيكون شيء ايه مثل مطهر توصفوه معقم هيك زي ميدين، هدول القصص اللي بياخذوهم اللي كلنا مثلا نحن بنستخدمهم في حال ظهور اي حبه او اي شعب بالوجه، ولكن في حال كان يعني حتى بالظهر هيك بنشوف احيانا في معاناه انه ما بيطلع بوجهه بيطلع بظهره بغض النظر عن الشكل، بس هو احيانا بيضايق، يعني بيعطي حراره معينه، بيعطي ما فيها تلبس اي شيء الصبيه، في ادويه بيوصفوها يمكن هدول الادويه ما بدنا نذكر اسماء مشان ما بين اعلان تجاري، ادويه لمده 6 شهور، ولكن بعد ما نعمل تحاليل للصبيه والشاب شو بدك تقولي عنها؟
هلا هدول العلاجات هي نحتفظ فيهم الحالات الشديده. نحن احنا في عندنا خطوط للعلاج، خلينا نقول مثل ما حكينا اول شيء علاجات بسيطه، صادات حيويه موضعيه مثل ما قلنا، في بعدين صادات حيويه الفمويه، هدول ادويه الالتهاب الثانيه، والحالات الشديده هي الدواء اللي عم تحكي عنه الايزوتوفيتونين، ما رح احكي الاسم التجاري هلا وهيك. هلا هيدي بنخليها للحالات الشديده، يعني اول شيء مثلا حالات عم تندب، حالات تماما، حالات بتكون انه منتشره عم تعند على العلاجات الثانيه، يعني كنا احنا جربنا الاخف من كادويه وما مشي الحال وقتها بناخده، فهيدا العلاج بيكون كثير منيح. كمان شغله كثير مهمه لازمكم متاكدين منها، انه ما في شيء سبب هرموني عم يطلع الحب بهيدي الحاله، ما حيفيد هيدا الدواء. يعني نحن الناس بتلاقي بتجيني مريضه ولا اخذته لحالي وبعدين طبعا هي غالبا بتكون لحالها مو من الطبيب، يعني تماما اخذته لحالي وبدري شو رجع بعدين رجع، مع انه المفروض ما يرجع عليه للدواء. طيب نرجع ندردش معاها شوي، بيكون عندها اضطراب بالدوره الشهريه، في عندها مشاكل هرمونيه، يعني عليك. هلا لما نحن بنشوف انه في شيء بيدل على سبب هرموني بنطلب نحن استشاره عند طبيبه نسائيه. في كثير من الاحيان بيطلع انه في مشكله كيسات على المبيض، يعني مبيض عديد كيسات غالبا يعني. وفي كثير حالات نحن بنشخصها بنحبوب، يعني تكون جاي مريضه انه حبوب، بعدين بالفحص انه حبوب، في شعرانيه، في سمنه، في هدول الشغلات، يعني حتى بيكون اضطراب الدوره بيكون بسيط ممكن او ما له لسه ظاهر يعني. فهدول الشغلات لازم ننفيها نحن وبعدها بنعطي الدواء. وهي الدواء تحديدا انا كثير حابه احكي عن يعني في ناس عندها رهاب منه وفي ناس بدها تاخذه بلا سبب، يعني انه كثير في اختلاف عليه يعني برده الفعل من الناس. يعني دكتوره خلينا نتطرق لموضوع البشره الجافه والبشره الدهنيه، يمكن هي البشره الدهنيه اكثر عرضه لحب الشباب. خلينا نحكي عن هي النقطه وعن علاجات البشره الدهنيه ايضا. هلا هي البشره الدهنيه هي الاكثر شيء بصير فيها حب شباب، لانه في عندنا زياده بالافراز الدهني، في صار عندنا بيئه مناسبه للجراثيم كمان تجي بتقعد بضمن زياده الافراز بتعمل لنا مشاكل. هلا هي غلط. هلا هي بالعاده نحن في غسولات خلينا نقول او صوابين، هلا هلا هدول الصوابين للبشره الدهنيه بتكون قاسيه اكثر من تكون بشره العاديه خلينا نقول، يعني لهيك المريضه لما بتكون مجربه لحالها بيكون انه عندها شيء بسيط زياده افراز، اخذت كثير غسول قوي كثير كثير، بترجع لنا بقى صار وشها مخرش محمر متضايقه، صارت مشكلتها بقى بدها ترجع مثل ما كانت. دكتوره ميس، يمكن هيدي المشكله هي بتلامس الشارع السوري وكل صبية وكل شاب، لهي كاميرا الإخبارية السورية كانت حاضرة بالشارع بين العالم بتقرير لزميلتنا أو استطلاع لزميلتنا ريم سليمان، رح نروح نشوفه ونرجع لك. حب الشباب عند الشباب من عمر 12 ل 16 سنة بيفضل هو الحلول الصيدلانية ولا الحلول العشبية، يعني هي الموجودة بالمحلات الأعشاب أو هيك. يعني بده يسأله مثلا عن أنه تأثير الجو على البشرة، الرطوبة، الجفاف، كلها لها ممكن تأثيرات، يعني أهم شيء هي هذا الشيء. هل ممكن أنه يكون في أنه كريمات للبشرة أنه نفس الوقت هي تكون كريم أساس بنفس الوقت أنه تغنينا عن الكريمات الطبية ويمكن استخدامها بشكل يومي، يعني يكون انه تجميل وطبي بنفس الوقت؟ شو بتاثر مثلا اشعه الشمس على البشره، يعني اذا تعرضنا كثير لاشعه الشمس؟ الهواء كثير، هي اذا في انواع صابون معين، القشره، هيك شيء يعني للبشره الدهنيه، انا بعاني منها جدا يعني. البشره بالنسبه للتصبغات خصوصا بالمنطقه حول التم، هي كثير بنعاني منها الصبايا نحن. كمان حب الشباب او البشره قديش بتتعب بمرحله معينه من الشهر، الحب الشباب بصير بارز بالمنطقة الوش يعني حصرا للصبية، حتى يعني لما بنجي بنعالجها بأي كريم أو أي منتج طبي عم بيكون سيء. فنحن هاي الشغلات انه شو في مقشرات او شيء، اي مقشر عم نستخدمه نحن بدنا نعرف شو المقشرات المنيحه، لانه اي مقشر بيكون له شروط، ممنوع الشمس، ممنوع تطلعي عليه، او ممنوع تحطي له مستحضرات تجميليه. فنحن بس بدنا نشوف انه هاي الشغلات شو ممكن تتعالج بلا ما نكون يعني اضرارها اكثر. مثلا حب الشباب يعني بدي لو هيك علاج يعني يكون قوي، يعني شو ما بنستعمل ما عم نستفيد عليه، يعني اي دواء يعني عم نجيبه او اي مستحضر ما عم نستفيد عليه، يعني خصوص حب الشباب. يعني
يعني مثل ما تابعنا دكتورة مجموعة من أسئلة للصبايا و آخر سؤال إنه شو ما استعملنا ما بنستفاد. ما بنستفيد. هذا هي كلمة كل الناس يمكن بتقولها. ما في حالة مثل الثانية يعني إنه هي نحن المشكلة بنعاني منها يعني بتوصف المريضة بنوصف لها وصفة بتروح أختها بتستخدمها نفسها ترجع جارتها بتستخدمها نفسها لا هي ما حدا على الفيسبوك يعني نحن لما بنفحص في شيء معين رح يبحث عنه الطبيب في علامة معينة بدله لازم يستخدم هيدا الدواء لا هيدي بشرتها حساسة ما لازم نلجأ لهيدا الدواء الثاني ما في حدا مثل الثاني هلا المشاكل اللي عم بتصير وعدم استجابة من العلاج غالبا انه هي انه كل واحد جارتي استخدمت اختي استخدمت يلا يعني حتى بالعياده بيسالوني اختي عندها مثلي حتى نفس الدواء عليه انه بيمشي الحال ما بجوز يمشي الحال بجوز ما يمشي لانه اذا حالتها غير حالتك اكيد رح تفرق وشغله الثانيه انه العلاج الصح بوقت غير صح بيعطي نتائج عكسيه يعني هلا مقشرات هلا بتحكي الصبيه كانت المقشرات مستخدمها نحن بعلاج حب الشباب والعدو هي اساسيه فيها يعني لانه هي بتنشف شوي البشره بتعالج الاسباب خلينا نقول اللي عملت لنا حب الشباب زياده الافراز الدهني هالتراكم المفرزات كلياته بس مثلا بيجيني مرضى بتلاقيهم طبقتهم امتى بالصيف بتيجي لعندي حرقني وتصبغت ومدري شو انت وصفتي لا رايبتي بالشتي طيب بالشتي هلا بالصيف ممنوع يعني انت دائما خلي الواحد يكون شوي دقيق بالعلاج ويخلي يلجا للمختص خلينا نقول لانه حتى العلاج الصح للحاله الصح وقت غلط نتائج صارت عكسيه تماما يعني هي المشاكل اكثر شيء بتصادفنا وثاني شغله كمان انه عم رجع على موضوع النفسي انه بكون مريضه متضايقه وخصوصي هدول الاعمار الصغيره اعمار المدارس يعني احيانا بكون اخذين دواء يعني في عندي مريض صف عاشر كان متضايق من الحبوب بعطينا كريم موضعي يعني بنشف الحبه بتروحها حط العلبه كلها ثاني يوم جايبته امه انه وجهه صار انه محروم كان عامل تأشير كيميائي صار انه ليش قال والله متضايق ورفقاتي يتمسخروا علي وبدري شو انه انا متضايق انه واعي مفروض يعني عاشر مفروض يكون كبير فهدول الشغلات الدواء كله على اساس بيطيب بسرعه يعني تماما انه حطه بدل ما ياخذ حبه لكن ما راح اجى العلبه وشوي عم يورجيني العصاره ما صار له يومين جاي لعندي يعني العصاره خالصه قال له شو من شان هيك بكفيك شهر يعني قال والله انزعجت منها بيقولوا لي هيك كل حدا بيقول لي ليش بوجهك ليش بوجهك فانه يعني حتى هدول المشاكل بنشوفها كثير يعني والشغله الثانيه كمان مثلا هدول العلاجات لما بناخذها لما ما بيكون دراسه للحاله كافيه مثل ما قلنا هيك بيكون في شيء داخلي عم يطلعه كمان مثلا انه في شيء نحن بنعطيه حسب وزن المريض مدي كافي لما بينعطى فتره قصيره او ما انا كافيه على وزن المريضه ما بتعطي نتيجه بتعطي نتيجه مؤقته بيرد بيرجع بينقص يعني فانه هي بدنا نحط نحن العلاج المزبوط لكل مريضه حسب حالتها هي المعيار لحتى يكون علاج ناجح وهي حالات بالغالب بتلاقيها نتائج كثير العلاج عليها رائعه يعني ما بتعمل مشاكل بس انه طولت بال شوي بطيئه شوي العلاجات بس نتائجها رائعه هو العلاجات الجلديه لا تولد بها بدها تولد بها والواحد يحط العصاره كلها حذري شو كمان ما بدها انه تردي على الشخص اللي مقابلك انه اوكي انت شايفه بشعه انا شوي هي نفسيا احيانا الحبه بتكون احيانا بتطلع هيك او حدا بيطلع على المرايه ما بيكون عنده شيء فبيفكر بحبه فبتطلع له محل ما فكر فيه لا انا عقصت المرايه خلينا نحكي على هي بنوقف على المرايه بنعصر للحبه تمام لا هون هي والزيوان والحبوب هيك ما بتلاقي لها غير هدول المشاكل هلا بيكون عندنا نحن الحبه سطحيه معقم بسيط راحت ما عاد شو من جور عليا خلص هلا هيدا العصر نشر لنا الالتهاب يعني هي بيكون التهاب سطحي معقم بسيط راح صار التهاب عندنا عميق صار على حول الحبه كمان التهاب صار انه بين انه راح وما ترك علام هلا لا ندخل بقى مشكله انه تصبغ مكانه ممكن عمل ندبه ممكن عمل مشاكل اكثر يعني احنا وسعنا الالتهاب ودخلنا جراثيم اكثر يعني هيدي الكليات وهي التفقيس وهيك كليات وعمل جراثيم اكثر يعني تلوث للمنطقه يعني صحيح يمكن ضمن الاسئله رح نرجع للاستطلاع اللي عملته توريم ضمن الاسئله حكوا عن التصبغات قديش الواقي الشمسي لازم ينحط بفترات معينه يعني مو بس بالصيف هلا حتى مصر. شمس الشباط قديش مهم ينحط بها تماما يعني التصبغات هيدي الكلف احيانا غير كلف ما بعد هذا بده لحاله حلقه ايه خلينا نحكي عن الواقي الشمسي في منهم بيقول لك لا انا بطلع بلا واقي شمسي طب هلا انت ما رح يتصبغ وشك بعد فتره بتلاقي هلا هي تاثير الشمس نحن بنقول تراكمي يعني هلا في بنقول اليوم طلعت فورا طلعت تصبغ في شيء تاثير تراكمي انت كل يوم عم تطلع كل يوم عم تطلع دوامك الصبيه كل يوم كل يوم هلا وبالشتي كثير في اعتقاد انه ما في داعي
ليش لحتى حط واقي شمس الدنيا شتي شتي تاثيره أخف من الصيف اكيد يعني بس كمان شحة. بتاثر يعني كلياته بياثر كمان لما بينزل برد ثلج ثلج بيزيد من اذى الشمس كمان بيعكس اشعه الشمس فهو ضروري يعني هيدا ضروري دائما هلا بالصيف بده يكون التزام اكثر بكثير لانه الشمس رح تكون اقوى وضررها اقوى يعني هلا في عندنا كمان مشاكل اشعه الشمس غير التصبغات كمان رح تعمل لك شيخوخه للبشره مع التاثير التراكمي لها فهي انت اذا مو خايفه تصبغي خافي على بشرتك ما تشيخ بكير خلينا نقول اشعه الشمس ضروري كثير انه نحمي حالنا منها هيدي اكيد صيف شتي دائما انا برايي للصبيه خليها عاده يعني كيف كل يوم الصبح بدك تفرشي اسنانك دائما فقتي الصبح حطي الواقي الشمسي طلعي يفضل بعد ساعتين ينعاد اذا حدا شغله بالشمس او شغله ميداني او شيء ينعاد على الساعتين ما بطولي بمشغل مكتبي الا بس طلعتي فيكي ترجعي تعيدي دهني بسيطه يعني صحيح. هي مجرد عاده بس تعودت هي ما عاد فيها تطلع من البيت بدون واقي شمسي يعني. حتى للشباب يعني ما بدنا كمان نكون منحازين كمان والله الشباب لازم هني بقول لهم بس دائما بيشارتونا لا تحطي لي شيء انه هيك بخافوا يبين بيخجلوا او شيء مع انه هي في كثير واقيات شباب مع فاونديشن يعني خلص تماما هو شفاف بيكون يعني ما حيبين اساسا بس انه نفسيا هيك والله عمن دكتورة صاروا شباب يهتموا بحالهم أكثر من البنات فلا يحطوا واقي شمس عادي في نعم. دكتورة خلينا نحكي عن تنظيف البشرة وخاصة البشرة يلي عندها حب شباب تنظيف صحيح أو مو صحيح وخلينا نحكي قديش المدة الزمنية إذا صح إنه الواحد يعمل تقشير هلا في تنظيف بشرة وفي تقشير هلا بالمجمل تنظيف البشرة اللي عم نشوفها خصوصي لما بيكون عم أيدي غير اختصاصي بيكون في حبوب وعملة تنظيف البشرة هلا هيدا الشيء بينشر الحبوب بينشر الإصابة صراحة يعني أنت نشرت تلوث يعني بين إنه حبة بكون فقست على التنظيف وهيك امتدت على مساحة كبيرة تنظيف البشرة أنا بنصح الصبايا ما بتلجئي له إذا وشك مو خالي تمام من الحبوب ما بدنا نحن نستفحل الإصابة وتزيد يعني فهيدي إنه لا ما ماني معها هلا بالنسبة لتأشيرات البشرة الثانية أو شيء نحن ممكن نلجأ لك علاج للحبوب تمام. الشباب بس أنواع تأشير معينة مو أي تأشير أكيد. ومو بأي إيد بدأ إيد خبيرة بوقت مناسب وحسب نوعية الحبوب الموجودة يعني صحيح هي صحيح خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة بين البنات بين بعضهم بالجامعة بمكان العمل الاسفنجات اللي عم تنحط على البشرة اللي إذا ما فيها حبة البشرة بصير فيها حبة نتيجة إنه هي استخدمت اسفنجة ترفيقتها على وجهها قديش الاسفنجة قد ما تعقمت هي بتضلها لقطة بكتيريا هيدا هذا الموضوع كتير لازم ندقق عليه انه البكتيريا بقلبها للاسفنجة اسفنجة نظيفة بس اجباري تاخذ بكتيريا فلازم يا تتغير يا يفضل انه ينحط على بالايد خلينا نحكي هلا هيدا الموضوع كتير بنشوف بتلاقي انه طلع لها فجأة او شيء بيكون بعد ما رايحة على مناسبة مثلا عاملة مكياج بصالون او هيك فعلا في تلوث اخر شيء يعني وهي بالاساس بيكون عندها شوية حبوب فبترجع الامور تزيد وبتستفحل يعني فهيدا الشيء لازم نحن دائما نكون منتبهين عليه الامور تفضل لازم تكون دائما هيك دقيقه بدها تكون معتنيه الصبيه بنظافه وجهها حتى مثلا انه ترشيف الوجه هيك شغلات كلياته بدها تكون شغلات نظيفه اكيد ما يكون حدا مستعملها غيرها هيدي اكيد يعني نعم. نعم دكتورة يعني كثير من النصائح الصبايا بتعاني منها ولكن خلينا يعني قبل ما نختم نحكي هل حب الشباب بيستمر لعمر كبير هل الحبة اللي بتطلع لنا عادة نحن وكبار الحبة هيك اللي فيها كمان التهابات اللي حكينا عنها هي اسمها حب شباب أو تحت أي مسمى أو كيف علاجاتها بتكون لا ممكن يطلع بأعمار أكبر كبيرة بلا يعني حتى بتلاقي مريضات بتجي إنه بالعادي ما بيطلع لحب فجأة طلع لحب يعني هي بتجي إنه أنا بحياته لما كنت مراهقة ولما كنت أول بلوغ ما طلع لي حب هلأ طلع لي ليش إنه شو صار بالدنيا يعني 100% بهيدي الحالة نحن بنبحث عادة عن أسباب الداخلية للظهور الحب ممكن المعدة دكتورة أحيانا المعدة كتير إلها دور حتى شو آكل الحد هذا اللي بياكلوه والبهارات ممكن هي تطفح الوجه هلأ الصراحة الموضوع الغذائي ما أثبت إنه له علاقة مفاجأة يعني إنه الشوكولا الأكثر شيء شائع إنه الشوكولا والمكسرات بتعمل ما ثبت
لانه اكيد انه لها علاقه لا. فهي نحن في مرضى هن بيقولوا بيلاحظوا انه نحن بس اكلنا كذا طلع لنا، بنقول لهم خلص اذا لاحظتوا هيك وقفيها، بس انه شيء انه مثبت انه له علاقه او انه في حميه ضروري يعملها لا غير مثبت علميا. لكن بدنا نشكرك كثير دكتوره، اكيد هيك بنتمنى نكون جاوبنا الناس على بعض تساؤلاتها والناس يكونوا استفادوا اكيد. نشكرك كثير دكتوره واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك. شكرا لك على المعلومات اللي قدمتيها دكتوره ميس. ان شاء الله هيك يكون لنا لقاءات ثانيه بمواضيع ايضا بتهم كل الفئات العمريه. ان شاء الله.